طيب دلوقتي في خبر مهم جدا من خلال في الجول اعلنوه بشكل رسمي، احاول اجيب لكم الخبر دلوقتي واقوله لكم. وهو بيتكلم زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، وده من خلال مصدر باتحاد الكوره، ان في خطاب وصل بشكل رسمي من الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف بانه لن يعتد باي شيء للمشاركه الافريقيه سوى ترتيب الاربع فرق الاوائل في جدول الدوري وقت نهايه مهلته لتسجيل اسماء الانديه المشاركه قاريا، اللي هي المهله اللي المفروض لحد امتى؟ المفروض لحد 10 اغسطس، اعتقد لحد 10 اغسطس، وسنرسل الاسماء بعد نهايه مباراه الاتحاد السكندري. ده الكلام بقى على ايه؟ على لسان مصدر في الاتحاد اللي في الجول، قال لك سنرسل الاسماء بعد نهايه مباراه الاتحاد السكندري والزمالك غدا الثلاثاء. اشمعنى بقى؟ علشان هتتساوى فرق المصري وبيراميدز وسموحه والاتحاد في عدد المباريات الملعوبه، بالتالي تقدر من خلال كده ايه تشوف مين اللي موجود في الترتيب الحالي اللي يأهل للبطولات الافريقيه، وهتعلن عن او هترسل الاتحاد الافريقي الفرق دي. قال لك المصري خلاص ضمن التاهل للكونفدراليه حيث ضمن المركز الثالث قبل انتهاء مباراتي انبي وسموحه، هو كده كده قبل الماتشين دول، قبل الماتش ده ما يتلعب وماتش كمان اتحاد اسكندري ضد الزمالك، هو خلاص ضمن ان هو كده كده هيبقى في المركز الثالث، تمام؟ فبالتالي خلاص المصري كده هيوصل. اما المركز الرابع فده هيتحدد بعد ايه؟ بعد نهايه مباراتي سموحه ضد انبي اللي هتتلعب النهارده، والاتحاد ضد الزمالك اللي هتتلعب بكره. سيشارك في الكونفدراليه رفقه المصري، بينما يشارك الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا. ده امر معروف لان هم كده كده فارقين الاهلي والزمالك بعيد خالص اول وتاني، لكن الاقرب للمشاركه خلاص المصري اتحسم، ناقص فريق رابع عشان يشارك في الكونفدراليه. فالفريق الرابع ده امتى هيبقى؟ مين بقى؟ سموحه مثلا، الاتحاد. المباراه بتاعه بكره بالنسبه للاتحاد السكندري امام الزمالك هي مباراه هامه جدا وفاصله في مشوار الاتحاد السكندري لو هو حابب ان هو يتاهل للكونفدراليه. لو عايز يتاهل للكونفدراليه يبقى لازم يكسب الزمالك بكره. فنتمنى له طبعا كل التوفيق. الاتحاد فريق كبير جدا وفريق جماهيري ومن الانديه المميزه واللي عندها شعبيه في الدوري المصري، فبالتالي المباراه هتكون مهمه جدا بالنسبه للاتحاد بكره امام الزمالك.